رجل يقول: لي زوجة عم رضعت منها مع طفلتها الأولى، ثم أنجبت بعد هذه الطفلة بنتين، فهل يجوز لي شرعا أن أتزوج إحدى هاتين البنتين، أو يحرم علي الزواج من أي بنت من البنات الثلاث؟ يحرم عليك الزواج من أي بنت من بناتها، سواء التي رضعت معها ومن لم ترضع معها، لأنك ابنها من الرضاع، وهن جميعا أخواتك، والله أعلم.